السلام عليكم. شاكر لتحت الفرصة. بس دار أسأل أسئلة، وتقريبا يعني الأسئلة دي سألها أمين وقانون في الفترة الانتقالية. يعني يبدو أنه السلف يعني ما عارفين قانون وما فاهمين ذاته في الفترة الانتقالية شنو. فالفترة الانتقالية يا شيخ يعني سنة 2018 سنة 2020 عمر البشير ده ساعد ينزل الانتخابات بيمسك الرئاسة واحد كده ولا شنو يا ناس قانون بيمسك كده واحد يعني كده زي ما كان سوار الذهب زمان بيمسك الفترة دي يعني ما بين الحكم والحكم دي اسمها الفترة الانتقالية دي سألكم منها. يلا سؤالي أنا اللي بخصني بسأل عن أنصار السنة. أنتوا بتقولوا إن إحنا ما أنصار السنة، طيب أنتوا بتقصدوا بالكلام ده الجماعة ولا بتقصدوا المعنى ذاته؟ إذا كان أنتوا بتقصدوا المعنى يبقى إنه في مشكلة. الحاجة الثانية قال الشيخ ده يعني أنا أثارتني شديد، قال إن إحنا مختلفين مع أنصار السنة في الأصول. يا زول الأصول أصول الدين ذاته فتبقى مشكلة، يعني أصول الدين ذاته يعني أنصار السنة والسلف مختلفين فيه في مشكلة. يعني أنت عارف الدين ده الأصول هو الركائز الأساسية اللي بتبنى عليها الدين، فتبقى مشكلة إذا كان أنت مختلف معهم في الحتة دي. الحاجة الثانية اللي أنا قاعد يعني كنت بسأل منها وكنت بتمني إنه ألقى الشيخ مزمل، فاللي هي بتتعلق بأصحاب الفترة. يعني مثلا أنا بلقى نفسي في أوروبا، أنا ده الطاهر ده مثلا في أوروبا هناك، لقيت أمي وأبوي مسيحيين بيقولوا لي يا أخي ده الدين الصح، خلاص أنا بعتنق الدين ده على أساس إنه شنو؟ أمي وأبوي قالوا لي يا أخي الدين ده الدين الصح، ومشيت على الملة دي. والدين الإسلامي اليوم بوجود داعش يعني يعتبر من يعني عند الأوروبيين هناك بيشوف إنه الدين ده خلاص دين إرهابي ودين قتل وكده خلاص. فأنا بشوف إنه خلاص بقول يا أخي دين أمي وأبوي ده، والبابا بهناك بيغني لي وما عارف وكده، بمشي الكنيسة وبموت على الملة دي خلاص. أنا سعد أموت على الملة دي، يوم القيامة سعد أجي أنا ذنبي شنو؟ دخلوني النار صح؟ يعني أنا سعد أخش النار كده أنا مظلوم يعني، وأنا ما بفتكر إنه الله بيظلمني يعني. فأنا يعني في هل في حل للكلام ده؟ دقيقة بس عندي حاجة بسيطة عن السلف. يا سلف نحن نسمعكم انتوا ولا نسمع أنصار السنة ولا نسمع الصوفية ولا نسمع الأخوان المسلمين؟ أي زوال بيجي بيقول الحق عندي بيضرب صدره وبيقول أنا الحق عندي، وأي زوال بافتلاك من داخل الدين بافتلاك بقرآن وبافتلاك بسنة، فأنا أتبع منه يعني بقينا والله في توهان ذاته عجيب خلاص. شكرا. طيب اولا معلش انا دار كنت ادي شيخ احمد يرد عليه، لكن بس انا اعلق وادي الفرصه الجايه. انت يا ولدنا عندك تناقض في الكلام ده، بيعتذر للناس اللي في نصارى الماتوا على العقائد الخربانه بتاعتهم اللي بيسمون المسيحيين، انه زول قام هناك لقى امه كده وابوه كده والبابا بغني له وخلاص مشى معاهم وقال ربنا ما بيظلمني دخلني النار بالطريقه دي، لانه هناك المساله جايطه. في نفس الوقت يعني هو جعل الاعتذار انه في اوروبا الدين مشوش بشنو؟ بداعش. وجا هنا برضه قال في السودان نحن نسمع لمنو؟ بيجونا انصار السنه بيقولوا، وجونا فلان بيقولوا وفلان بيقولوا. اذا الدين مشوش عندك هنا زي ما مشوش هناك، فالشيء اللي بيخليك انت هنا ما بتعذر والهناك بيعذر شنو؟ ده مفهوم اولي. اثنين، مساله الناس اللي وجدوا الدين مشوش او ما وصلهم الاسلام، نحن عندنا القاعده ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال والله لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. جماعتك في اوروبا ديل اللي قلت انه العذر الدين جاهم مشوش بالافكار بتاع داعش، هل هم مطالبين بالبحث عن الدين الصحيح ولا ما مطالبين؟
ولا بس أنا مجرد ما رفعت رأسي بكل بساطة الدين يكون عندنا ببساطة شديدة. بس عينت كده لقيت أمي وأبوي نصارى والبابا بغني لي، بس ده فهموا عن الدين كله. أمي وأبوي نصارى والبابا بغني له، وهناك في داعش شوهوا الإسلام، خلاص اكتفى بهذا، اكتفى بهذا بس، وطوالي اتعبد بالدين اللي جاء قدامه ومشى. هل يكفي؟ انت خلقت لأجل هذا، لأجل هذه العبادة. انت ما درت لي أدنى مراحل البحث، أدنى بحث ما درت تبحث. الآن انت في الجامعة عشان تخش جامعة الخرطوم ولا أي جامعة ثانية، انت هل دخلت بهذه البساطة؟ الجامعة دي طلبة، انتوا كلكم طلاب جامعات، في زول خشاب البساطة دي؟ بس قمت على حالك كده لقيت مادتين رياضيات، بتقول لك الرياضيات دي كلها 6 + 7 = 13، انتهينا، دي الرياضيات انتهت. وبهنا يقول لك العربي المفعول به منصوب والفاعل مرفوع، عرفتها دي يا شاطر؟ عرفتها، انتهينا من العربي. هل بهذه البساطة؟ الجامعة دي انت بتقرأ كتاب بتاع الوزارة انتهيت منه، بتلقى في مذكرات الشامل والكامل والبحر الواسط والرايد بتقرأين كلين، في معسكرات هناك مع البنات بتمشي تخش برضو المعسكرات، برنامج وتبخر بعد ده عشان تمتحن امتحان الشهادة، امتحان بتاع النقل من مستوى لمستوى في شهادة سودانية، في النهاية غايتها تاكل بها كسرة، يعني تدق بها مرتب، تشتغل موظف، تتونس مع ستات الشاي، بكل غايتها. انت دينك ما داير توليه أدنى مرحلة من البحث؟ بعد ذاك انت بتخش الجامعة بتقرأ 4 أو 5 سنوات أو 6 سنوات وبتجي تعمل بحث بتاع تخرج، وبحث التخرج يقول لك امشي جيب لنا مراجع، واحدين يقول لهم امشي جيبوا عينات يطلعوا في الجبل فوق ويحفروا ويجيبوا حجار، واحدين يخشوا في المويه ويقلعوا حجار ويجيبوا، ده كله عشان تستلم لك شهادة، شهادة بس. انت داير الدين الإسلام من غير أي بحث؟ دايركم كده بس يأكلوك لو حاجة كده في خشمك وانتهينا؟ الدين الإسلامي عنده أعداء، وأعداء الدين الإسلامي شوهوا صورته في أي مكان، إذا كان في السودان، في السعودية، في أي مكان، شوهوا صورة الدين الإسلامي وأدخلوا عليه أجساما مشابهة. دي اسم الشبهات، عشان كده ربنا وراك إنه في شبهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أنت ما تمشي تبحث وتعرف، لكن النوعية زي دي يجيك ببساطة يقول لك يا مولانا عليك الله صحيح، احنا نسمع لمنو؟ شوف الـ شوف الـ شوف البساطه والسذاجه، نسمع لمنو؟ بيجي انصار السنه بيتكلموا وبيجي الصوفيه بيتكلموا، نسمع لمنو؟ نسمع لمنو؟ انت ربنا ما اداك عقل سليم نظيف ونزل لك قران ورسل لك رسول واحاديثه موجوده، ما تمشي تبحث هناك تشوف الصح وينو والغلط وينو؟ انت داير تلقاه جاهزه؟ وهسه انا لو قلت لك اسمع لفلان انت بتصدقني؟ يعني قال نسمع لمنو هسه نحن؟ قال لي صار السنه والصوفيه ومنو كلهم بيجوا بيتكلموا هنا ويتو نسمع لمنو؟ انا لو قلت لك اسمع لفلان بتاخذ ده كلامي يعني؟ بتسمع كلامي ده؟ يا شيخنا ولا انت شنو ذاتك؟ يا اخي ما تلخبط لنا الشغلانه، الدين ده داير اجتهاد وداير بحث وداير معرفه، ما بيجيك انت كده بالساهل، خاصة مع كثرة الفتن ومع المصائب والمشاكل المدورة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ان ده الدين الحق. يعني اي زول جا اتكلم هنا، في زول بيتكلم بدليل، وفي زول ترى بيطنقع زيك انت والقبالك ديل بيطنقع ساي، ده انا اخذ به ليه يعني؟ اسيت كلامك ده انا بقتنع به؟ ليه؟ السبب شنو؟ بخلينا اقتنع بكلامك ده، يعني ليه يعني؟ عشان انت فالح؟ عشان شنو يعني؟ انا بقتنع بكلام المتحدث لما يقدم برهان على كلامه، صح ولا ما صح؟ اي صح، ما غلط اي شيء. في النهاية انت بتقدم برهان، انا بقتنع بكلامك، ربنا قال قولوا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هسه لو جاء واحد قال لك يا اخي انت اسمع انت ود منو؟ سكتت ما جاوبت له، قال لك انت ود حرام كده بس، ود حرام انت، انت مش بتقول لا اثبت لي؟ مش دي دعوه؟ مش لو مشيت مثلت قدام القاضي مش القاضي بيقول لك دي دعوه؟ انت قدم برهان على الدعوه بتاعتك دي،
وبالتالي أي زول جتكلم هنا شيوعي أنصار سنة أنصار دين كلكي أي حاجة جتكلم هنا بيقدم برهان على كلامه ذا ولا ما بيقدم. الشيوعيين بيقولوا ما في الله، أنت تابع لهم ولا ما تابع لهم؟ إن شاء الله تكون ما تابع لهم يا إن شاء الله يا الحمد لله ما تابع لهم. بيقولوا ما في الله، يعني أنا بأخذ منهم الكلام ده طوالي ولا يقدموا برهان على الكلام ده؟ وما بيقدر يقدموا برهان، لأنه ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما في برهان. وده اللي بيعبدوا الهوى، والهوى إله عندهم وما عندهم برهان ولا دليل عليه، فيبقى ما تلف وتدور ساي. نحن قاعدين نتكلم هنا وبنقدم أدلتنا، كلامنا ده أنت ما نفع معاك تجيب الأدلة اللي بتعارضه وبتنقضه. ما قدرت أمسك خشمك ساي واسكت، دار تحضر أحضر، ما تحضر أكل زلابي بجاي. معلش يا أخوان أنا طولت الكلام لكن الواد ده زعلني شديد والله. بعدين النصارى اللي بيجي ده بحي النصارى وده بحي النصارى، يا اخي النصارى من ناحيه عقيدتهم احنا تكلمنا قبل، العقيده الفازه قالوا الله عنده ولد، دي عقيده فازه وعقيده ضاله. ولو في نصراني يخش لنا جوا هنا احنا بنناقشه، ما عندنا مشكله بنناقشك. انت بتعتقد انه الله عنده ولد، قدم حجتك وما عندك حجه، حجتك باطله من السيدي. طيب من ناحيه ثانيه انت بتتكلم عنهم دي النصارى ولا يهود ولا شيوعيين، الانسانيه اللي بتتكلم عنها دي وين عندهم هم؟ وين الانسانيه؟ هل قدموا انموذجا واحدا للانسانيه في العالم؟ امشي انت شوف الدول النصرانيه يا اخي وشوف معاملتهم للمسلم، لكن بيعملوا فيه وبيتظاهروا بالانسانيه للي زيك دين، للمهاويس المغشوشين، ناس المخلوعين. ما في حاجه اسمها انسانيه. هتلر بتاع النازيه قاتل كم؟ امشي اسال شوف قاتل كم؟ ستالين بتاع الشيوعيه قاتل كم؟ مليون مسلم براو زول قرض لي مليون مسلم واحد بس. دي الانسانيه بتتكلم عنها انت؟ امشي الان العراق شو اللي بيحصل في العراق شنو؟ دي الانسانيه بتتكلم عنها؟ ولا بتكلم عنها ذاك المخلوع بالانسانيه في في في, في الواحه ولا اسمه ايه؟ في مول الواحه يا مول الواحه. ما في انسانيه يا ناس. النصارى ما قدموا انسانيه. ديل النصارى بيستعبدوك انت بالرز والاكل اللي بيدوك بالبطانيه. انا مشيت اقصى شفت المعسكرات لفيتها كلها اللي كانت يوم من الايام في العام 2011 2010 2012 اللي كانت في الفاشر، مشيت هناك انا وشفت الوضع، شفته بعيني ومشيت بكراعيدي لحد ما دخلت معسكر بشوك وزمزم وعسكر وين كلها وكلمه وغيره. شفت هناك الاوضاع دي بعيني انا. شفت الوضع الحاصل ده. مشيت ده انا مهمتي كداعيه امشي اقدم الاسلام في اي حته. مهمتي كداعيه امشي واجيب على مشيت براي لا في دول ناداني لا في ده، مشيت بني لحد ما وصلت هناك وشفت الحاصل. انسانيه بتتكلم عنها انت؟ يا بتعمل الواحه انسانيه وينها؟ أم شوف النصارى قاعد يعملوا في شنو؟ النصارى بدوا ديلك بطانية ومعاه الإنجيل، بيقول له والبابا أحسن من الله. دي الإنسانية بتاعتك؟ ده ما ذاته الابتزاز. بتعرفوا الابتزاز؟ ده الابتزاز بالأكل والابتزاز بالشراب. لما يلقوا الناس بيعانوا من أزمة معينة يمشوا يبتزوهم ابتزاز زي ده عشان يخرجوهم من دينهم بسبب أكل ولا بسبب شراب. لكن نحن كمسلمين نحن بنقدم اعانات لاي انا بتكلم عن الاسلام مش عن انا كشخص، عن الاسلام. المسلم ده بيعين وبيزور الكافر ذاته يزوره. النبي عليه الصلاه والسلام ما زار اليهودي؟ دخل عليه في بيته وزاره، واليهودي بيسيل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام بيحسن له. ده الاسلام كده، دي الانسانيه. انت بتعرف حاجه الانسانيه؟ ثاني ما تمشي مولى الواحد كويس؟ ايوه موضوع انصار السنه، معلش بس ارد عليه في ثواني كده. موضوع انصار السنه الكلام ده جاوب عنه الاخوه ده القبيل، موضوع بتاع انصار السنه، وقال لك نحن عندنا خلافات معهم في مسائل، ونحن ما اطفال ولا جداد في المنابر ولا ما بنعرف نشتغل كيف، عشان انت تورينا نشتغل كيف، رسالتي ده افهمها كده. نحن ما جداد، انا شغال في منابر الجامعات دي لي سنين طويله جدا، بعمرك انت انا شغال في منابر الجامعات. انصار السنه جاوبنا عنهم، موضوعنا العلمانيين.